جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع، حققت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة. فمن خلال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط 501 عنصراً إجرامياً شديد الخطورة بنطاق 24 مديرية أمن، والسابق اتهامهم في العديد من القضايا أبرزها سرقة، سلاح، مخدرات، قتل، وضبط معهم 310 قطعة سلاح ناري وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد المخدرة. وفي مجال استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة منزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية، ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية، تم ضبط 50 متهماً وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة. وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 987 قطعة سلاح ناري، أبرزها 138 بندقية و88 بندقية آلية و39 مسدساً و722 فرد محل الصنع، وكمية من الطلقات مختلفة الأعيرة و108 خزينة، إضافة ل1049 قطعة سلاح أبيض. كما تم ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية وبداخلها أسلحة نارية وأدوات وأجزاء التصنيع. وترسيخا لمبدأ سيادة القانون، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ 494,326 حكما قضائيا، من بينهم 2040 حكم جناية، 174,096 حكم حبس، 247,316 حكم غرامة، و70,874 حكم مخالفة. وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة، نجحت أجهزة الوزارة خلال أسبوع في ضبط 7 تشكيلات عصابية ضمت 33 متهماً قاموا بارتكاب 31 حادث سرقة متنوع، وتم كشف غموض 58 حادثاً ما بين قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد، انتحال صفة، وضبط مرتكبها بإجمالي 97 متهماً. كما تم إعادة 11 سيارة مبلغ بسرقتها. وفي مجال مكافحة المخدرات وضبط المتاجرين فيها، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع من ضبط 1404 قضية إتجار في المواد المخدرة، من بينها أكثر من 180.5 كيلوغرام من مخدر الحشيش وما يزيد على 259 كيلوغرام من نبات البنجو المخدر، وكمية من مخدر الهيروين قاربت 38.5 كيلوغرام، إضافة إلى ما يقرب من 20.5 كيلوغرام من مخدر الاستروكس، وعدد 64,967 قرص مؤثر و16,589 قرصة ترامادول مخدر، وعدد 12,356 قرصة كيبتاجون مخدر. هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالي 26 مليون جنيه. كما تم ضبط قضيتين غسل أموال قدرت قيمة الممتلكات فيها بقرابة 51 مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع بالمواد المخدرة.